صباح الفل. انا طبعا موضوع الشاب اللطيف الظريف اللي كان بيعمل ستاند اب كوميدي على اذاعه القران الكريم. انا ما اعرفش انت دارس ايه، يعني ما اعرفش انت دارس ايه، انت دراستك ايه، تخصصك ايه، بس من المؤكد ان انت حد يعني محترم ودارس حاجه كويسه وشكلك متعلم يعني ومثقف، والا ما كنتش وقفت في مكان زي ده علشان خاطر تعمل نوع من انواع الفنون الراقيه جدا جدا، هي الستاند اب كوميدي اللي تقريبا كل نجوم الكوميديا او كل الشباب الكوميديا دلوقتي، ومنهم حمدي المرغني، منهم ناس كتير جدا كانوا بيعملوا ستاند اب كوميدي، فهي في الاخر هي حاجه كويسه جدا. العيب مش عليك، العيب على المجتمع اللي جعل من الشيء الكويس مسار للسخرية أو مجال للسخرية. العيب مش عليك تاني، العيب على الناس اللي قاعدة قدامك بتضحك، والعيب مش عليك تالت، العيب على التعليم أو الثقافة العامة اللي خلتك تستوعب إنك لما هترمي إفيه عن إذاعة القرآن الكريم المفروض إن إحنا هنضحك. لو عملت ستاند أب كوميدي عن المهرجانات وعن أغاني المهرجانات، لو عملت ستاند أب كوميدي عن سواقين الميكروباص اللي بيعملوا تصرفات في منتهى الغرابة، لو عملت ستاند اب كوميدي عن الموظفين الرخمه والسخفه اللي بيقابلوك، اعتقد ان الموضوع كان هيبقى الطف حبه. انا هكلمك من زاويه تانية كمان عن الناس اللي قاعده تتكلم عن القران الكريم واذاعه القران الكريم وانت كده بتغلط في الاسلام. لا 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 لا، يعني الاديان بشكل عام والدين الاسلام حقيقي يعني ما يتاثرش ابدا بشخص واقف بيهرج او بيضحك، يعني مش هو ده مش هي دي الحاله اللي هتسيء للاسلام خالص، يعني دي بره الموضوع. بس انا عايز اكلمك في نقطه يا رب يا رب تستوعبها. انت عارف يعني ايه مذيع اذاعه؟ انت عارف ايه الخطوات او ايه الامتحانات او ايه الشروط اللي عشان تبقى مذيع اذاعه، انك تقعد قدام مايك اذاعه وتتكلم؟ انت مستوعب يعني ايه مذيع اذاعه؟ يا نهار اسود. انا في يعني انا شغال في الميديا بقالي 20 سنه. الاصل خالص اتحاد الاذاعه والتلفزيون. كلمه الاذاعه دي كارثه، يعني انا عشان ابقى مذيع اذاعه دي لازم ابقى انا لغه عربيه وثقافه عامه وقصه، ده حاجه وانت مش متخيلها، وانا مستوعب انك مش متخيلها، والا ما كنتش وقفت الوقفه دي تحاول تاخدها مجال ضحك. رقم اتنين بقى علشان تعرف ان انت عندك مشكلة حقيقية انت مش مستوعبها، انت لما تقعد تذكر اداء المذيعين والبرامج، هو انت مش متخيل ان الناس دي ليها اسماء في وسط معين او في مكان معين، الناس تعرف الاسماء دي، والناس دي ليها ابناء وعائلات. انت ليه تخلي ان ده مجال ان انا اضحك وهزر؟ ليه تخليه قاعد كأنه بابا يعني مثلا او جده او ايا كان حد بيتريق عليه؟ يعني ايه حتى الزاويه الغبيه دي؟ ده مش معناه ان لما اقول لك ان اتكلم عن اغاني المهرجانات او مغني المهرجانات ان ده معناه ان انا كده بسيء للعيله، هم بيسيئوا لينا اساسا، فانا ده عادي. هو انت زعلان ان واحد طالع بيتكلم بطريقه ما مش عاجبه حضرتك؟ تمام، بس بتكلم في مضمون وبتكلم في طريقه وبتكلم في اسلوب محترم وبتكلم في فكره، يخرب بيتك انت متضايق من ده؟ يعني لو متضايق من الطريقه ماشي بقى، انت لما كنت بتسمع جمله من اذاعه القران الكريم كان بيجي لك خضك وانت بتتخض يا حبيبي، امال لما بتسمع هات لي فودكا وجيفاز يعني كنت بتحس بايه؟ يعني انا مش فاهمك. ما علينا، يا رب الرسالة دي توصل لك، ويا رب توصل للناس اللي بتفكر زيك او فاكرة ان هو ده الفن. ويمكن لو في كلمة تانية عايز ازودها بصور تاني، مفيش كلمة يبقى انا بقفل الفيديو. وشكرا، سلام عليكم.